سمعت انه فكرة كان رح يقتل تيبي وشريكه آتش، بس ما بعرف شو صار لحتى تراجع بآخر لحظة. معقول ما بتعرف يا أوزكان؟ هو حدد اليوم، حدد الساعة كمان، وبعدين تراجع؟ لسه ما التقيت معه. انت اوعك تروح لعند فكرة بهالوقت، اذا بين انك انت او يلمز ورا هالموضوع. ونال بيك طمن بالك، يعني ممكن يبين انه انا او يلمز ورا هاي القصة، بس انت ما رح تبين اطلاقا. اذا بينتوا انتوا يعني انا رح بين، ما عم تفهموا؟ بس ما اكون غلطان بتقديري الك أوزكان. يا بيك اللي اذا كان بدك الطرف التاني يكون عندهم شركة للنقل، ولا انت ما بدك هذا الموضوع؟ اذا قلب اصلان فهو مو طرف تاني بالنسبة الي يا أوزكان. ماشي، نسأل فكرة لنشوف ليش تراجع عن موضوع القتل. ايه اسأله وبعدها خبرني عن طريق يلمز، وانا رح قرر بطرف مين رح كون بشغل النقليات. طبعا. انا بدي استأذن. ونال بيك ما في داعي تزعج حالك. أنا ما وقفت من شانك، بنتي إجت لهيك وقفت. أهلا وسهلا بنتي. لو بعرف إنك ما بتحبيه ما كنت خليته لهذا الياس يعيش دقيقة واحدة، بس هذا الحب. منيح إنك موجود أونال بيك، أنا شو كنت بدي أعمل لولاك؟ لا تزعلي بنتي، رح ترجعي على الحياة وتبلشي من جديد، مو هيك يا الماز؟ طبعا أكيد، يعني الكل بيعيش بشبابه هيك أزمات عاطفية صعبة. يلمز ليك خليهم يجهزوا غرفة لأسراء. طلبت منهم يجهزوا غرفة أوزلام. منيح كتير. بنتي روحي استريحي هلأ، وبس توقف دموعك منقعد ومنخطط سوا كيف رح تكون حياتك الجديدة. يلمز الياس حرق قلبه لهالبنت كتير، قل له لابنك الغبي هداك لا يزعلها. ليش شو علاقة ابني بالقصة؟ لا تطول السيرة، ناديله. ايه فهمت، يلمز صار هو الهدف. ايه صار هو الهدف، بس اللي بالطرف التاني مو قناصين، عميان. زروا مين اجى لعند السيد أونال بعد ما طلعتوا انتو من عنده؟ طبعا أوزكان. شو رأي جماعتك بهذا الشخص؟ كل شخص ممكن استخدامه هو مفيد، وطبعا اي شخص مفيد ما لازم يموت. وشو فاتوا بالنسبة لكم؟ إذا استفاد منه حتى اليوم نحن رح نستفيد بكرة. أنا ما عم يجيني شي غير الضرر، ما شفت منه فايدة. أوزكان مو هو المهم يا رئيس خضر، المهم هي خطط السيد أونال اللي عم يرسمها. أوزر عرفني كمان على الشخص يلي عرفته على قلب أصلان.